طيب نروح للأستاذ سمير بشير الصحفي بجريدة الهداف الجزائرية. يا أستاذ سمير مساء الفل عليك. مساء الفل صديقي، تحية إليك وإلى كل مشاهدي قناة الأهلي. أخبارك إيه؟ كله تمام؟ والله الحمد لله. طيب احنا عايزين نعرف منك طبعا استعدادات فريق فوكس تيف لهذه المباراه الهامه اللي هيواجه فيها النادي الاهلي، وكيف تتناول الصحف الجزائريه هذه المباراه؟ بطبيعه الحال يعني فريق فوكس تيف لم تكن له استعدادات خاصه لهذا المقابله، بالنظر يعني يعاني من نفس المشكل الذي يعاني منه الاهلي، وهو كثافه الرزنامه والمباريات على الصعيدين المحلي العربي والافريقي، لانه الفريقين معا يلعبان مشاركات خارجيه عربيه وافريقيه. يعني في نفس التوقيت الذي كان فيه الاهلي في لبنان كان في فريق فوكس تيف يلعب مباراه في الدوري الجزائري امام شبيبه القبائل، وهذا يعني انه لم تكن هناك اي استعدادات خاصه للمقابله، يدخل في اطار يعني الاستعداد العادي. فريق فوكس تيف يتواجد منذ امس في القاهره بكل اللاعبين المؤهلين قارين، وهنا نقطة يعني مهمة أن فريق التخطيط له فقط 18 لاعبا في القيد الإفريقي، يعني منذ الجولة الثالثة للمجموعات له فقط 15 لاعبا و 13 حراس مرمى، كلهم متواجدون، كلهم تحت تصرف المدرب، خضعوا كلهم متاحين، ما فيش أي إصابات؟ كلهم متاحين، ما فيش أي إصابات، كل اللاعبين متواجدين، كل لا توجد اصابات ولا توجد اي توقيفات، يعني كل التعداد المؤهل، ليس كل التعداد ولكن كل التعداد المؤهل القاريين متواجد تحت تصرف المدرب، يعني هذا لتكون الصوره اوضح. ظروف الاقامه يعني كانت جيده، فريق تجاوز في كانت فتره يومين هذه يعني لتجاوز فريق الخساره التي كانت في الدوري المحلي امام فريق شبيبه القبائل، كل الامور تسير على يعني احسن ما يرام. بالتاكيد هي منافسه يكون فيها الاستعداد النفسي، يعني تحفيز لما تواجه نادي القرن فريق الاهلي المصري، سيكون لك تحفيز ويكون لك استعداد نفسي تلقائيا، يعني لا تحتاج يكون لك اي تحضير خاص. اظن يعني هذا شرف كبير لنادي فوكس انه يكون في مواجهه واحد من عمالقه الكره العربيه والافريقيه في هذا الدور بالذات. طيب فريق فوكس تيف كان عنده مباراة أخيرة في بطولة الدوري وخسر 1-0 أعتقد من شبيبة القبائل، وبقى الفرق 7 نقاط في بطولة الدوري الجزائري. هل الهزيمة دي ممكن تأثر على فريق أو فوكس تيف في مواجهته أمام النادي الأهلي؟ اظن لا، لانه فريق فوكس تيف الان لا ادري ان اقول هي عاده سيئه ام عاده حميده، وقبل كل مباراه افريقيه يتعثر في الدوري الجزائري، يعني تنقل الى الدار البيضاء المغربيه لتعادل في ارضيه ميدانه امام فريق دفاع تجنان، نفس الشيء حصل يعني من قبل في مباراه الذهاب، الان تكرر الامر للمره الثالثه، لا ادري هل هي مصادفه غريبه او شيء، لكن في كل مره الفريق يتعثر محليا يكون رد فعل جيد من في المنافسه القاريه، ولو انه لما نتحدث عن المنافسه القاريه ككل، يعني فريق فوكس تيف يمكن ان نقول انه كتب له عمر ثاني في هذه المنافسه، يعني فريق فوكس تيف تقريبا في دور المجموعات بدا أسوأ من الاهلي، فريق الاهلي حصل على نقطه في اول مباراتين بالمجموعات، فريق فوكس تيف كان رصيده 0 نقطه في اول نقطتين في اول مباراتين في المجموعات، يمكن القول انه يعني تواجده في المربع الذهبي هو بمثابه العمر الثاني لفريق فوكس تيف في المنافسه القاريه. يعني معنى كده ان فريق فوكس تيف حاطط كل تركيزه اكيد في بطوله دوري ابطال افريقيا. هي لنكون صراحه يعني فريق فوكس تيف لم يضع التتويج باللقب كهدف يعني في بدايه المنافسه في شهر 2، ولكن لما تصل الى مثل هذا الدور اكيد يعني تلقائيا لا يكون الانسان منافق ويقول انه الاهلي هذا ليس هدفي، انت على بعد لقائين ذهاب واياب وتجد نفسك في المباراه النهائيه، بالتاكيد انه الان يعني كل ما تتقدم الشهيه تاتي مع الاكل، بالتاكيد هو لم يضع الحال لحد الان التتويج كهدف، ولكن الاكيد انه يطمح لتجاوز عقبه الاهلي من اجل الذهاب الى المباراه النهائيه، وفي المباراه النهائيه يضع هدف التتويج، يعني هو يلعب المباراه المباراة، ولكن الاكيد يعني انه التواجد في هذا الدور يعني التواجد بين الاربعه الكبار في القاره يجعلك تطمح لكي تكون بطلا للقاره. اكيد. طيب عايز اتكلم برضو عن استعدادات الجزائر لاستضافه النادي الاهلي في مباراه العوده ان شاء الله امام فريق فوكس تيف. بالتاكيد يعني فريق فوكس تيف له يعني العاده لاستقبال مثل هذا النوع من المباريات، تقريبا منذ حوالي اسبوع كان فريق مصري ضيف علينا والنادي المصري على ضيف على مدينه الطيف التي اشترت مباراة الإياب بكأس الكونفدرالية بين اتحاد العاصمة الجزائري والنادي المصري، فريق وفاق الطيف بالتأكيد يعني يتشرف بتواجد النادي الأهلي الذي استضافه من قبل، يعني في 2015
في نهائي كاس السوبر الافريقي، ولكن المباراه كانت في مدينه البوليده بعيدا عن مدينه السيتي، انتهت بضربات جزاء وكان عماد متعب جاب جول في الاخر كالعاده. ايوه الان هذه المره سنكون يعني سعداء بتواجد فريق الاهلي في مدينه السيتي، بالتاكيد يعني فريق الادارتين ستلتقان. هناك ايضا عمل كبير يعني لهنالك الشباب، يعني في كل مره تكون في مقابلات بين الانديه الجزائريه والمصريه عمل كبير تقوم به السفاره المصريه في الجزائر، يعني بالتنسيق مع الانديه وبالتنسيق مع وزاره الشباب والرياضه مع وزاره الخارجيه لتضع الفرق يعني في كل الظروف المحيطه، وايضا على الصعيد التعبوي يعني حتى تكون المباراه في اطارها الرياضي، يعني حتى نحن في جريده الهدف ينسق معنا سعاده السفير مصر في الجزائر في كل مره تكون في مباريات وانديه مصريه تزور الجزائر من اجل ان تكون الامور على ما يرام وتسير في اطارها الرياضي. وهذا ليس جديد، يعني فريق ما نظن الشيء الطريقه التي سارت بها مباراه اتحاد العاصمه مع النادي المصري مدينه الصعيد بالذات ستكون ان شاء الله نسخه ثانيه منها، مباراه وفاق الصعيد وفريق الاهلي الذي نتشرف دوما بانه كبير ونواجهه لكي نفوز عليه، وطبعا الفوز على الكبير يجعلك دوما فخور بنفسك، ولكن يبقى فريق الاهلي المصري جزء يعني من كيان الكره العربيه والافريقيه الذي نحتفل به دوما. عدد الجمهور في مباراه العوده ممكن يكون قد ايه؟ هو سعه ملعب 8 مايو بالصيف هي 16000، يعني هي 16000. يوجد منعرض يخصص عاده لنصف منعرض يخصص عاده للزوار، هي سعته تكون بسعه 1000، اكيد انه لن يتنقل 1000 مناصر من الاهلي الى لاهور، مهما كان العدد سيخصص لهم هذا المنعرض، يعني انصار الاهلي وسط هذا العدد سيكون هناك 16000 من انصار بتخطيط يعني في مباراه العوده، اكيد ان المباراه ستجرى بشبه ريك مغلقه في العوده، اظن هو نفس العدد الذي سيكون ايضا مع الفرق انه يعني العدد محدد في ملعب في مباراه الذهاب في ملعب السلام وايضا هذه هي سعه الملعب، يعني سعه الملعب هي 16000 سيكون فيها نصف منعرض بسعه حوالي 1000 الى 1200 لكل ضيوفنا من الجاليه المصريه بالجزائر او من انصار الاهلي الذين سيتنقلون معه الى مدينه السيف. ونتذكر يعني حتى في لقاء السوق الذي تحدثنا عنه قبل قليل تنقلت حوالي 500 كان عدد انصار الاهلي في مدينه البوليده في ملعب شاكر في السوق الافريقي حوالي 500 مناصر، يعني كان عدد محترم جدا من يتنقل، ونتوقع ان يتنقل ايضا العدد بهذا لانه قيمه الرهان الرياضي وقيمه المباراه كخطوه قبل الاخيره لرابطه ابطال افريقيا لدور نصف النهائي تجعل التنقل اكيد يعني مرحبا مسبقا لضيوف مدينه الصيف من انصار النادي الاهلي. تمام استاذ سمير بشير الصحفي بجريده الهداف الجزائريه بشكرك شكرا جزيلا طبعا.